بلاقي الموضوع بتاع الجوامع والتوعيه. انا في الأخلاق سنة في تمام. تقدير اي انا في تقدير يلزم حتى الجوامع ليفوليو تقدم. معناها الامام تاع جامع كي يعمل خطبه مثلا نهار الجمعه هو ما ينجمش يكون مختص في كل شيء. أنا هو يتصل معناها يطلب عن طريق الوزاره نتاعو، والوزاره نتاعو تشوف معناها في مجال تاع الصحه، في مجال علم النفس، في مجال تاع التعليم، في الامن، في القطاعات الكل. احنا في الجهه نتاع الحمديه ولا جهه المرسى ولا جهه ولا في قفصه عندنا مشكل فلاني، خاطر المشاكل نتاع الناس الكل ماهوش تجبر بعضها. هنا مشكل امني، هنا مشكل صحي، هنا مشكل اجتماعي اللي هو بارز اكثر، فهمتني؟ هنا قضائي، هنا موضوع تاع تلاقي، هنا كذا. يجيب واحد من المختص بعد هو يعمل لك الدعاء وكذا، يعطي كلمه للسيد هذا نتاع 10 دقائق ربع ساعه باش يحكي في الموضوع هذاك الواحد جماعه الجهه. انا في تقديري انا يلزم ندخله، معناها يلزم يتم ادخال معناها عناصر علميه وقانونيه في معناها مع الامام يقدموا ويعطيه الميكرو ويتكلم معناها اذا كان فما سؤال وكذا يجاوب عليه. معناها هكا بلادنا مش تقدم وشعبنا مش تقدم، فهمت كذا؟ سينو معناها نحن نطلبوا من الامام في حاجات معناها مستحيله، هو مطالب يكون على مستوى الامور نتاع التدين يلزم فاهم، لكن فما مجالات اخرى يلزم فما اختصاص، فما اجوبه على تساؤلات، فهمت كذا؟ تساؤلات احيانا ساعات معناها هو ما يجيبش يجاوب عليها من موضوع نتاع حياه ولا كذا. دونك انا في تقديري يعني باش انا التجربه هذه باش نعطي فيها معناها ضوء اخر باش نشوفوها، واذا كان مشات ما نجحت نوصلوا فيها، واذا كان فيها تعطيلات ولا كذا. على فكرة سيادة العميد هي ديما من تقاليد خطبة الجمعة حتى من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانت جاي من تقاليد خطبة الجمعة ديما الخطبة الأولى هي في كل ما هو عنده علاقة بالعقيدة والدين، والخطبة الثانية ديما تهتم بشؤون المسلمين. يعني احنا التحريف هو اللي صاير تو يعني مو سهلة، ما سهلة الأمور. نعم الخطبة كلها ولا خطبة دينية. أنا نعم يعني كلامك هام جدا، يعني أنه فعلا الخطبة الثانية تكون مخصصة للمجتمع لمشاكل. فما نقلة نوعية، فما نقلة نوعية في بلاد لازم نعملوها في كل شيء، حتى في الأمور الدينية لازم نتقدموا. فهمت كيفاش؟ احنا ما نرى البلدان الآخرين وش هم يوريونا، احنا نوريهم.